يتميز بحماسه الكبير وغيرته الشديدة على الكيان الأبيض، يضحي من أجل الزمالك، عاشقا له دون انتظار مقابل أو الاستفادة بمنفعة شخصية. أحمد مرتضى منصور، الشاب المخلص الدؤوب الذي يملأ عشق القلعة البيضاء كيانه، والذي لا يكل ولا يمل من خدمة الزمالك. ألقاب بالجملة لجميع ألعاب الصالات بنادي الزمالك على المستويين المحلي والقاري لفرق الرجال والسيدات، طائرة وسلة ويد. الزمالك بطل بجد. إنجازات يحسب فيها الفضل لأحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات، بعد الصفقات القوية التي دعم بها الصفوف وإدارته الحكيمة في لم شمل الفريق والتحفيز والدعم الدائم. أحمد مرتضى منصور صاحب الحنكة في فن الإدارة والدبلوماسية الشديدة في مناقشة الملفات الهامة والشائكة، الذي يتحدى الصعاب ويقهر الأزمات ويتخطى كل العواقب التي تحاول تهديد وعرقلة مسيرة الزمالك الناجحة وهز استقرار القلعة البيضاء. لا زال يضرب الأمثلة الواحد تلو الآخر في الوفاء والإخلاص والتفاني في العمل، ليصبح قدوة يحتذى بها في فن الإدارة وكادر إداري مميز شعاره ليس هناك مجالا للفشل، حاذفا من قاموسه مصطلحات العجز واليأس والإخفاق. وورث أحمد مرتضى منصور جينات القوة والإخلاص والوفاء والدفاع عن كيان قلعة ميت عقبة من الوالد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي والأب الروحي للكيان الأبيض. أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقق نجاحا مبهرا في ملف ألعاب الصالات على مدار المواسم الماضية بعين الخبير وبخبرة السنوات في إبرام الصفقات المدوية التي تقود الفارس الأبيض للانتصارات في كافة ألعاب الصالات.